children. For your safety, please hold onto the handrail and attend to children. For your safety, please learn how to read or create or simply reach out to those in desperate need who thought they were being. احنا معودين يكون فيها سبان الحياة دي فيها لحم. اول شيء العجينة قديش طرية طلع قديش مخمرة مظبوط بقلبها اللحمة مفرومة هيدا الشيء مع شوية لبنة اون توب والزيتات تبعها لبنة تعطيها الاسيديتي اللازمة خبزة رائعة لحمة مفرومة ناعم مثل كأنكم عم بتحطوا مايونيز على البرجر لبنة على لحم بعجين خلينا نسميها معمول بطريقة جديدة لحمة بتنطبخ قبل ما بتضرب النار exceptional ما بتنشف بتضلها juicy نعم هاي 2.0 مع تبولة Okay. This is sauce moto. This is so you can take your dipping sauces on the go in the car. You know, you get french fries without ketchup or without, you need some sauce. You can't drink dry fries. So we made this, you put it in your air vent and you can put whatever sauce from any restaurant. انت اخترعته? Yeah, me and my partners, we're all first generation Lebanese here in Cleveland. And we made it on Shark Tank and this is what we do now. This is amazing. Yeah. Full-time job, طلع. Full-time job. يلا, who wants to distribute it all around the world? Yes. اختراع لبناني. And this is the latest one for Teslas because you know certain vehicles they don't have the they change in the air vent. So this you put in the window and then you can do it still works in any vehicle now and back seat as well for the kids. برمت على افران كتير وبرمت على افران كتير ومكانات خبز بار
50 متر و100 متر، ناس بتعمل بألفات الربطات. And then comes this. يمكن هيدا أول مرة بأكل خبز لبناني فلات بريد، طعمته غير، ما فيه preservatives، ما فيه شيء غريب عجيب، فيه طعمة خبز، طعمة بيت، طعمة نفس، طعمة إحساس، طعمة الأرض، طعمة طحين رائع على الإيد من الأول للآخر all the way. وساعت بتاكل هيدا الخبزة أوف. ساعت عرفت أنا بدي سوق 45 دقيقة من كليفلاند من تحت أجي لهون على أكرن، قلت أوكي وين رايح شو بدي أعمل، and then one bite غيرت أخذنا الطيارة وطلعنا ساعات، أخذنا السيارة وسقنا ساعات تنوصل لهون على Certified Angus Beef. شو يعني Certified؟ شو يعني Angus؟ وشو نوعية البيف؟ الصحن ببين هيدا البارت بس من وين جاي؟ كيف بيكون كبره؟ كيف بيكون حجمه؟ حلو واحد يشوف التفاصيل. اليوم عم نتعلم، عم نقص. And as soon as they finish, he starts stitching it back. Filet. Strip. We gotta take the bones out, but strip, loin. Top sirloin butt. Bottom sirloin ball tip. Bottom sirloin tri-tip. Bottom sirloin flap. Hey, Shu. نظار علبة مهضومة صغيرة فيها دوناتس لمحل اسمه لورش، ما عنده محل، عنده بس ستاند وكتير قديم ومعروف بالمنطقة هون. فلوفي باودرد دوناتس هون بعد هوم ستايل كتير سكر فلوفي، طعمتهم طيبة نايس بايت سايز. هيك هيك دقنا واحد ندوق الثاني. جود وان. كثير بعاد عن دوناتس بنعرفهم كوميرشال تبع السوق. فيلز هومي، ديفرنت تشوينس، اقل خميره، عجينه كثير من جوا بس طيبين. جود وان. جود ديسكفري. كروني شوي بطعمه الزلابيه. ابدا 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 ما خصها بطعمه الكوميرشال دوناتس تبع السوق يلي فيهم جم وفيهم كثير اشياء. فيلز فيري نايس. Yeah, it's not by the way, he's a doctor. He's a doctor. Dab his forehead. He's doing a root canal. Scrub him in. Scrub him in. And as soon as they finish, he starts stitching it back. Yeah. Yeah. So we'll put it back together. No, the way he is handling the knife is different. Yeah. Doctor slash butcher. Where's the nipple? Where's the one start and the other one? Exactly. It's the same. Oh, it's so both handle the knife. Start. Deep. And that feels good. Fee payment isn't an amount, it's an education seminar for 1 week. Fee payment. We'll be right back.
بس رح ناكل لحمه. رح نتعرف على البقرات كمان. سيرتيفايد انجس بيف. شو يعني سيرتيفايد وشو يعني انجس؟ نهار طويل ببلش هلا. الوقت انه طب كل هول مهمين كتير، كيف بنصورهم كلهم؟ كيف بنخبركم عن الكاتل ستوري، عن البيف كاتس اللي كلنا بنسمع اسامي غريبه عشيده بس ما بعرف كل وحده شو هي وكيف نطلب لحمه؟ مش اعطيني لحمه طازه، اعطيني اي شقفه لحمه وعم نحكي عن تدين 15 صفحه، او ليش اللحمه ساعات بتكون هالقد طريه وهالقد لونها حلو وهالقد طعمتها مهمه؟ اوكي هول كلهم اي هوب كنت كثير صورتهم كلهم سوا بس انا تعلمت كثير. هلا نكست ستيب والاهم رح نشوف شقفه لحمه ورح نغطس بقلبها ونشرحها شوي شوي. رح احس حالي بالجامعه معمله اناتومي للشباب. احساس كثير حلو كثير كثير حلو تحس اللحمه تقص اللحمه وتشوفوا شو هي وكيف رح تصير على الصحن. Welcome to the Meat Lab. So satisfying. عن جد بالاخر ساعات الواحد بيرجع بياكل لحمه بصير يعرف كيف شقفه لحمه من وين بصير تحس اللحمه اكثر. انا عم برجع ايام مش هلا بنرجع بنقطبها. وصلنا لها طلعوا طعم. على الفارم المكنة العظيمة تبع جون دير، البقرات فوق، اللوجو راكب وصلنا على الفارم مثل ما بنشوفها بالأفلام. كيف نحن بالضيعة عنا بيأكلوا أكل الضيعة هون أكل الضيعة تبع أمريكا
دليل تاكل وبتنزل بتنكش.